انا كنحش لان خدمت سيمانه باش نصير على الوليدات ونجيب الماكله للبهايم. غادي ملي نقعد في الدار اش غادي ندير؟ داويونا عطيونا حنا الا بغيتينا ما نمشيوش ما نخدموا ما نردوا عطيونا ما نصيروا على ولادنا. راه حنا باغيين نمشيو السوق كاين اللي يضل السيمانه كامله كيخدم 50 درهم السوق اسبوعي كيمشي ليه خاصو باش يتقدى. قلت ما نمشيو الاسواق ما نديو خضره ما نديو كذا ايوا بغيت نجني فويلات خاصني نديهم باش نصير على ولادي باش نجيب الماكله للبهايم المشية ها هي الخنشه ب 800 ريال. الا بغيتو ما نخرجوا ما نديرو ما نمشيوش اسيدي ما نخرجوش ما نتسوقوش ولكن دعمونا البوطه بالثمن الريال اللي مشينا الا مشينا للسوق موقر ما نسير على ولادي ونوفر باش نجيب البوطه باش نجيب البوطه باش نخدم باش نسير عليهم. اش غادي نقعدوا نديرو؟ عطيونا الدواء عطيونا الكمامات عطيونا الليكات عطيونا الكونبلويزويات حنا بحال الناس ورشونا راه خاصنا حنا دعمونا شويه عاونونا غنبغيو نمشيو السوق نجيب محيلتي الوليدات محيلتي الناكفه نجيب خنيشه ديال النخاله ب 3200 واصله بالفرانك الدار هي 3400 البقره حال بجوج يطرو يلا الحليب ب 50 ولا بغيت نشري من الحلوت نشري 120 كيفاش راه لا اله الا الله محمد رسول الله راه كلشي مضرور. الا بغيتينا نثبتوا ما نقعدوا ما نخرجوا ما نتعاداوا ما والو عطيونا دعمونا. هادشي اللي عطا الله هو هذا. انا مقابلين الا رجيتي ترقدي الا جيتي ترقدي راه حاجه ما كاينه الا جيتي ما تخدميش وما تجيبيش الماء ولا تنقعي هذا كنقعوا راه شويه وكيوقع. هادشي اللي عطا الله هو هذا. فين غادي يمشي بنادم يدخل نيتي يسد عليه ويقعد ما يسقيش ما يدير حتى حاجه. هادشي اللي عطا الله هو هذا. ما عندنا حنايا قلال بنادم كل واحد ساكن بوحدو كل ساكن في دارو كل مديها في راسو كل غادي ما مسالياش الناس كاع ما مديهاش كاع في حتى حاجه كل مديها في شغلو ما كاينش تقتيلات والو. حتى الجامع راه كاين مره اللي ودرني طالب ويصلي على راسو ما كاينش عندنا حنا اختلاط بزاف. نهار السوق نحنا كنمشيو للسوق مثلا الخميس ولا الاربعاء كنمشيو ليها هادشي من السيمانه للسيمانه ما عندناش من نمشيو من غير السوق نهار الاربعاء ولا الخميس ولا تمشي لا بتجيبي البوطه ولا بتتسوق ولا تجيبي شي حاجه للبهايم ولا بتجيبي شي حاجه هادشي اللي كاين لا النخاله ولا الزرع ولا شي حاجه هادشي اللي كاين صراحه هي ما كاينش العطيه ما عارفينش الناس ما دايرينش العطيه كلها كيخرج يزيد لشغله وصافي ما كاين عطيه باش السيدي غادي يقعد يسمط في الدار ولا يقعد ما كاينش مستحيل يقعد الواحد يبغي يقعد ولا ما يقعدش. دخلوا سد عليه البهيم راهم يغوتوا عليه خرجوه بالزز يغوتوا باغيين ياكلوا الدراري باغيين كلشي باغي ما كاينش السدان. قضية الفلاحة هنا راه مواليها مكرفصين. إلا بغيت تنوض الموطور خاصك توجد ربعة البوطات 32% وزيادة. العيان كيضرب ثلاثة البوطات اللي عنده شي موطور مركبو جديد ولا مالي عنده شي حاجة عيانة راه عول على ربعة البوطات خمسة في النهار. واقعد السي لا تجيبيش البوطه لا تجيبي الدقيق لا تخرج لا تشوفش السوق لا قضية تغسل الصابون وغسل يديك ولا ما غسلت يديك تاكلي يديك عامري الخضار هادشي عندنا حنا راه ضروري الغسيل والغسيل نيت ما كاين شويه الغسيل غسل يديك مزيان نقيهم. قضية الناس الفلاحين راه مكرفسين 100%
حنا والله العظيم حنا الا راه محبوس علينا الماء ما عرف شحال هذا اشنو السبب اللي محبوس الماء ما كاينش باش تخلصوا وكيزاد عليك فيه المتيريس وصابرين اللي تاع النهار يحن الله كاع الناس هنا راه قليل 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 اللي مخلص مره كاع الفلاحه هنا ما مخلصينش الماء ديال ساقي وصعب يسدوهم وحنا كنتمعشوا فيهم شويه ايوا ما حاله هادي ما والو وخاصهم يديروا بحساب الوقت راه الوقت راه ايوا راه الوقت راه عيان وبغى يحبسوا لنا السواق السواق ما علاش كناكلوا حنا خبيز وكنضربوا تمارة على حساب السواق هادي عاق زي برا كانت معشو فيهم هاد الربيعات حتى العطايه يجروا عندنا منها ما خلونا نفرشوا ما خلونا نترزقوا ما نخطاك اللحوم واش نديروا ليه نعطيهم النعاش كنطلبوا من الله الله يعمر ربي يعفو ترجع للوقت كما كانت الوقت راه بغات تأزم شوية كاع نديرو ربيعات نديهم كنتسوقوا بيهم كنروجوا القضية وغاديين مع المعيشة وصافي ودوكا الوقت راه عقبت حبست برزطت الوقت سواء حبسوا من هنا قالوا لنا هادشي ديال المرض ما تلا بنادم يخرج ما تلا اش غناكلو كلشي عقب غلا